مرة تانية، البيضة ولا الفرخ؟ لو مشكلة. احنا بنتكلم في حلول الفترة اللي جاية، لو بقول لك حط لي كده ايه اول حاجة نبتدي نعملها، نعمل ايه؟ روشتة. روشتة. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اتحاد الكورة، انا اسف اللي هقوله ده، يركز ان احنا نجيب مدرب بتاع منتخبات، ونفكنا من علاقاتنا الشخصية بالمدربين. انا اسف جدا في، يعني مش عايز اخش قوي اكتر من كده. ما ينفعش اروح اكلم مدرب لان انا عارف المدرب ده واتعاملت معاه في حته قبل كده، فانا اقترح المدرب ده يكون كويس، يعني رغم انه اغلى من اللي قبله، اللي وصلنا نهائي وخلانا نطلع من كاس عالم، منتصف كاس عالم بضربات جزاء للاخر، ويطلع يعني يشيل الليله كلها لوحده، رغم ان هو ما كانش يتحمل المسؤوليه لوحده. يعني اول حاجه محتاج مدرب بتاع منتخبات، مدرب عارف القاره كويس جدا. ثالث حاجه، اعضاء اتحاد الكوره ما ينفعش يكون ليهم اي علاقه باللعيبه، اي علاقه شخصيه باللعيبه. فلان ما يلعبش عشان فلان ده مزعل النادي اللي انا بنتمي له، او فلان ده علشان خاطر عمل مشاكل على السوشيال ميديا. ده هياخدنا للنقطه اللي بعديها، اللعيبه ما ينفعش تكون في معسكر المنتخب ماسكه الموبايلات. انا مش قادر افهم دي ازاي. بس الكلام ده يحيى يعني بقى موجود عادي، الكلام ده كان زمان ايام الكابتن جوهر، لكن دلوقتي بقى عادي. ما تبقى قاعد ماسك الموبايل وعندك ماتش تاني يوم بكره الصبح، ما حسسني ان انت غيران على الفانيلا. ما انا غيران على الفانيلا وغيران على العلم، انا عايز احس ان انت بتعمل نفس الموضوع. بس ده لعيب بروفيشنال يعني. حلو، ما هو الساعه 2 بالليل وماسك الموبايل وبتنزل ستوريز ازاي؟ حاجه كمان، لعيب زي امام عاشور انت عملت ثلاث ماتشات جمال جدا، يعني ايه بعمل دبل كيك في التمرين على دماغي يجي لي ارتجاج ازاي يا جماعه؟ ما هو بالعقل برضه، ما في حاجات بتعفرط جدا. يعني انت قاعد في التمرين تعمل دبل كيك ليه؟ يعني ما فيش كاميرا هتصورها وتنزلها تيك توك هنا. يعني دي مش حاجه بتاعت لقطه، اللقطه هناخدها في الماتش، اللقطه هناخدها واحنا بنرفع كاس واحنا بنكسب بجون في اخر ثانيه، هي دي اللقطه اللي احنا عايزينها. طيب يعني افهم من كلامك يا يحيى ان انت بتتكلم ان يبقى في معايير لاختيار المدرب القادم لمنتخب مصر. ده رقم واحد. تمام. بنجيب مدرب بناء على ايه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، نعرف برضو معايير المدرب ده في اختيار اللاعبين بتبقى بناء على ايه؟ لان احنا شفنا من كل اللعيبه اللي جم التغييرات هي، في لعيبه كتير جدا ما نزلتش الملعب. ما نزلت، طب جرب بقى، طب خلاص طالما انت جايب كميه اللعيبه دي ومش هتلعبهم وفي اخر ماتش وشكلك مكتفي جدا بالتعادل وعايز تروح للبينالتيز، ما عملتش تغييرات تنزل فيها اللعيبه اللي بتجيب بينالتيز بشكل كويس. ودليل على كده احنا شفنا كوت ديفوار في اخر الماتش راح منزل ثلاث لعيبه، نيكولاس بيبي ونزل سيباستيان هالر، ما اعرفش نزل مين، ادينجرا بتاع ولفرهامبتون. ثلاث تغييرات، وتشوف منظر الشباب وهم بيلعبوا البينالتيز. شفت البينالتي بتاعت فرانك كيسي اصلا عامله ازاي؟ شوتها في سقف الجون من جنب وهكذا. فانا بقى عارف الاول انت بتختار اللعيبه بناء على ايه، مش بتختار اللعيبه تقول ايه يا جماعه ده المدرب لا تدخل في قرارات الجهاز الفني، وبعد كده لما نطلع بالشكل السيء جدا ده يبقى لا والله يا جماعه المدرب غلطان، يلا ماشي بقى المدرب وادفع الشرط الجزائي اللي هو قد كده. فمعايير اختيار اللعيبه. طب انتوا مش عادي، انت مش مع ان يمسك مدير فني مصري؟ لا خالص خالص. في حد؟ لا في حد؟ صعب. منين بجد؟ هو في حد؟ مفيش. صعب جدا. مع احترامي طبعا لكل الكباتن الكبار، كابتن حسام حسن انا اظن هو كابتن حسام حسن كبر قوي على ان هو يبقى مساعد مدير فني. زائد تاني حاجه، كابتن حسام حسن كان عنده حمايه على المنتخب وهو بيلعب بطريقه من الجيل القديم اللي هتخليه متغاظ ومتضايق جدا من رعونه بعض اللعيبه في اوضه اللبس او على السوشيال ميديا، اللي هو ايه يا ابني شعرك ده بجد؟ يعني ما هو كابتن الجوهري، انا افتكر في مره لما كان بيدرب الاهلي، ده والدي بيحكيها لي، حلق لكل اللعيبه زيرو، اللي هو ايه شعوركم دي؟ لا ده احنا بنتغلب، تعالوا احلق زيرو. فالجيل الكبير هو الجيل المنضبط جدا ده، مع الجيل بتاع دلوقتي بتاع كلنا بنروح عند نفس الحلاق نحلق نفس القصه ونجري في الملعب نعمل بشعرنا كده، دي مستفزه جدا. وانا متغاظ لان انا يعني احنا كنا بنتكلم يا جماعه، احنا بنزعل لما السوشيال ميديا بتتريق علينا، حاضر مش هنتريق، وبنزعل لما بيحمسونا بطريقه احنا مش شايفينها مناسبه، حاضر يا عم هنسقف على الفاضي والمليان، العب بقى. طب يعني اعمل لك ايه؟ العب اهو، حاضر يلا العب. ما بيلعبش، ما ده بقى اللي بيغيظ. طب انت عايز ايه عشان تلعب كويس؟ مدرب كويس. طيب هنجيب مدرب كويس. طب بعد ما نجيب مدرب كويس نضمن منين ان انت هتلعب بشكل كويس؟ اصل هيطلع بقى حوار تاني، اصل اتحاد الكوره بيتدخل، اصل في مش عارف ايه بيحصل، اصل في ده، فدخلنا دوامه هنرجع تاني البيضه ولا الفرخه.